السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني في الله، إن شاء الله تكونوا لباس. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما راكم تشوفوا في الفيديو، هذه بيضة في أرضية القفص. هذا هو الموضوع تاعنا تاع نهار اليوم، تاع وضع الأنثى البيضة نتاعها في أرضية القفص، اللي هو مشكل كبير بزاف، خلاص يعانيو منه بزاف ناس وخاصة الإناث البكرية. راح نقولكم على الأسباب، نحاول نمدلكم الحلول، تبعوا مليح في الفيديو. كما قلت لكم، هذا المشكل يصرى تقريبا مع الإناث البكرية، يعني الأنثى البكرية اللي جامي ولدت أول مرة تولد، يعني هذا هو أول موسم لها. تقريبا طول تحط الأنثى هذه، تحط البيض نتاعها في أسفل القفص، يعني ما تحطوش في العش على خاطر ما تعرفش، ما عندهاش خبرة. لهنا الحل أن نحطوا لها في أرضية القفص الرمل، يعني رمل البحر، نغطيه هذو خلاص الاسلاك هذو، يعني الشباك، به البيضة كي تطيح كي تولدها يعني ما تجيش في الشباك هذاك وتتكسر، يعني راح تقعد الفوق وانت تهزها بكل بساطة تردها للعش. واللي ما عندوش الرمل يقدر يستبدلها بقطعة قماش، يعني تكون شوية خشينة، ماشي رقيقة خلاص ما طيح تتكسر، شوية حنينة به كي تطيح فيها هذيك البيضة ما تكسرش. هذا لكن ما تكسرتش البيضة نهزوها نحطوها في العش، ولكن تكسرت نستبدلوها بالبيض البلاستيكي، يعني كي تلقى هذيك البيضة لتحت تكسرت نحيها نورمال، وحط في بلاصتها، مش في بلاصتها، حطها في العش بيضة بلاستيكية، يعني كيما نقولو حنايا بكري كنا نحطو للدجاج، يعني نقولو لها حطاطا، نحطوها في بلاصة باه تولد عليها هذيك الدجاجة. كذلك بالنسبة للإناث تاع الكناري، نقدرو نحطو لها بيضة بلاستيكية نورمال، راح تولد لكم عليها في اليوم التالي إن شاء الله. السبب الثاني هو عدم ارتياح الأنثى لمكان العش أو القفص، يعني الأنثى قادر تبني لك العش في بلاصة، من بعد أنت تجي تبدلها هذاك العش من البلاصة هذيك تبدلو البلاصة الأخرى، هي متحبش ترجع لك للعش، وأكيد راح تبيض لك خارج العش، والله تبدل لها القفص يعني من بلاصة لبلاصة. الحل أنك كيما تشوف الأنثى بدأت تبني في العش، ما تبدلهاش لا العش لا القفص، خليها على راحتها وخليها دوك تبيض لك ان شاء الله في العش. السبب الرابع هو وجود الفاش في العش، يعني هذوك الخيوط قدر تكون بنات العش وطولت بزاف به، كملت البناء نتاعو وتكونوا له الفاش فيه، قدر تكون بنات بالقطن، والفاش راح يحب بزاف القطن كما قلت لكم، اللون ابيض وراح يجي يعش لكم فيه. الانثى راح تهرب من هذاك الفاش، واكيد مش راح تبيض لكم في العش لانها تخاف من الفاش اللي في العش. والحل لهنا انكم تبدلوا لها هذوك الخيوط، تبدلوا لها خيوط اخرين، لكن يعني شتوها قربت تولد بزاف، يعني قربت تبيض، ازربوا نحيوا لها هذاك الخيوط، بنيوا لها نتوما بخيوط جديده، ديروا لها عش جديد، وحطوا لها البودره تاع الفاش بين الخيوط وبين العش. رابع سبب واللي هو الاخير على حسب رايي انا، انه عدم تنفير الاناره الخفيفه اثناء يعني في فتره تاع الليل. كاين الناس بزاف يحطوا الطيور نتاعهم في بلاصه يعني كيطفي عليها الضوء وتولي ظلمه، كيما نقولوا احنا دهليز ما نبغيش كيف تكونوا نتوما ظلمه بزاف، خلاص الانثى هذيك ما تقدرش تشوف حتى العش، وما تقدرش تروح تقعد فيه وتبيض. لهنا الناس اللي ما عندهمش الاناره الخفيفه يقدروا يستناو الانثى نتاعهم يعني حتى تحكم العش نتاعها، على خاطر الايامات الاخيره كما على بالكم الانثى كي تحب تبيض راهي تعود تقعد في العش بزاف، كل ليله تقريبا تبات في العش، وفي النهار تطول بزاف تقعد في العش. على هذه كي تشوفوا الانثى هكا استناوها في الليل حتى تحكم بلاصتها وتطفي الضوء، على خاطر لكن ما حكمتش بلاصتها يعني وقعدت فوق المجثم، اكيد الصباح راح تلقاو البيضه يعني في اسفل القفص، على خاطر ما تقدرش تشوف مسكينه، ما تقدرش تروح تبيض في العش نتاعها. كانوا هذو اهم الاسباب واهم الحلول تاع الانثى اللي تبيض خارج العش، ان شاء الله نكون فتكم ولو بالقليل اللي يستفاد. عجبته القناه يشترك فيها وحط لايك يوصله كل جديد. لهنا وصلت نهايه الفيديو، وصلت لحكمه اليوم اللي تقول: عندما يعطيك الله بدايه جديده لا تكرر الاخطاء القديمه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.